معه حق، اعتقلوا ما له ذنب وصار معه مشاكل كتير. مو حلوة أبداً تضير ظهرك لواحد إجا لعندك لباب بيتك كرمال يعتذر منك. بسيطة بلا ما نطول بهالقصة، بالنهاية الزلمة معذور. وهي إجا ناجي، خليني روح هلأ، انتبهي على حالك. يلا سلام. ليلى بدي أسألك على شيء مهم. شو صاير كمان ناجي؟ بتتذكري المرابي اللي سرقناه من شي شهرين؟ ايه. مدير كمال عم يجهز ملف في مستندات بالدين المعلم. كيف هيك؟ طيب بس هي السرقة كانت فكرتي أنا، وحتى أبي عارض وقتها. بعرف نيتنا ما كانت السرقة، بس كيف رح تقدري تفهمي؟ ناجي يلا ابني. بابا عنده علم بهالشي؟ تمام اصحك تخبره. لازم نوصل لهذا الملف ليلى، وإلا رح نقع بمشكلة. روح ولا تخلي أبي يستنى، ومنحكي بعدين. صدقتك؟ حلو. رح روح هلأ على المطبخ وجهز لك شاي بالأعشاب، بدي منك تشربه بعد الفطور، وإن شاء الله بس تفيق بكرة بتلاقي حالك ارتحت. شو رجعتوا؟ ايه حبيبتي، فيكي شي؟ لا أبدا، حكولي شو ساويتوا؟ ما بتتخيلي قديش انبسطنا يا سونا، يعني الجو كان حلو كتير والبحر هادي كمان والجو رومانسي، مو هيك أمير؟ وعم تحكيها بدون خجل، الجو رومانسي، شو هالقلة الأدب؟ حبيبتي ريحان، يا ريتك رحتي معنا، كنتي انبسطتي. ليش هيك وشي أصفر؟ لا تكون مريضة. شي حلو والله، وقلو عيني اتطلع فيني. أكيد صاير شي، ما كانت هيك لما طلعت من البيت. أهلا وسهلا. ابني كأنك أخذ برد. لا ما في هيك شي. حتى لو هيك بعد الفطور لازم تاخد دواء. ما في داعي خالتي جاهدة، أنا هلأ رح أحضر له شاي بالأعشاب رح يستفيد كتير، شاي صيني. خلص لا تعزبوا حالكم، ما فيني شي. كيف يعني؟ مساواته مانا صعبة، انت بعد الفطور اغليه واشربه، لا تكابر وتقول ما فيك شي، صدقني بعد ما تشربه رح تتحسن. عن اذنكم رح روح على المطبخ. وأنا طالع على غرفتي. آه هيك لكان. ايه روح، رح تحط الحق علي هلأ وكأنه حضرتك مو عامل شي. لا ما أنا مريضة، عيونا ما عم بيقولوا هيك، ما بعرف، طالع ارتاح شوي. معناتها الجو الرومانسي تعبه كتير. ايه هيك على الأغلب.
يلا اطلع وارتاح، ورح ابعت لك كاسة الشاي لعندك على الغرفة، متأكدة رح تتحسن عليه لأنه الست جيمري مساويته. ولا قلك ما رح اتدخل، هلأ جيمري بتجيبه لعندك وبتشربك ياه بإيدك. الشاي صار جاهز هلا، وخبرت لنيجار تغلي منيح بعد الفطور وتاخده لعند امير على الغرفه. عن جد قديشك رفيقه منيحه. كانه فادتك كتير هي الروحه، وباين عليكي مبسوطه. وحتى كتير مبسوطه، يعني هالروحه ذكرتني بايام زمان. شو اللي عم تحكيه هي؟ يا ريت لو كنتي معنا هنيك، الجو كان بياخد العقل فوق ما بتتخيلي. بتعرفي خالتي من فترة طويلة ما قضيت وقت مع أمير، بتذكر آخر مرة اجتمعنا بعيد ميلادي. شو هالمصيبة؟ عيد ميلادي كان من فترة قريبة، إن شاء الله ما ينتبهوا للحكي اللي حكيته. منيح على الأغلب ما حدا فهم شي، وأمير انبسط كمان وقال لي إنه اشتاق لهيك طلعات. مو ناوية تسكتي مو هيك؟ قصدك أخي اشتاق ليصيد سمك؟ هالزلمة يلي عم تحكي عنه نفسه أخي؟ يعني مو صيد السمك بالذات، على الأغلب هو اشتاق لهذا الجو. ولا ليش لا يقول إنه هو اليوم كان حاسس حاله مرتاح كتير؟ يعني معاكي بيرتاح وبالبيت بيكون متوتر، عجد شي ظريف. روحتك معه، قصدي إنه روحة صيد السمك أكيد فادتك، يعني قدرتي تتذكري شيء؟ بصراحة مو كتير، بس متأكدة إذا قضيت وقت طويل مع أمير رح أرجع أتذكر. معلش توقفي بقى، لأني بعرف منيح شو اللي عم بتساوي، بس بصراحة صار عندي فضول أعرف لوين بدك توصلي. يعني اللي بدك اياه تقضي وقت طويل معه؟ مفكرة اني رح اسمح لك مثلا؟ لهيك حطي هالشي ببالك منيح، نحنا متزوجين، امير زوجي انا، عم تفهمي؟ انا. وحتى وعدنا بعض ايمتى ما صحلنا نروح ونصطاد سمك. يعني صح بجوز اليوم يكون اخد برد، بس كان مبسوط كتير. حبيبتي جيمري، متذكرة إنه أمير متزوج مو هيك؟ وزوجته ليك معنا، لازم تعرفي هالشي، ولهذا السبب أنت ما فيك تكوني جنبه إمتى ما بدك، يعني ما رح يقدر يكون معك مثل وقت كان عزابي. ايه وينه الحنون؟ يجي يسمع هذا الكلام لحتى يفهم. من بعد اذنكم. لوين رايحة؟ رايحة لأشوف زينب، ما طمنت عليها اليوم. وأنا رايحة على غرفتي، حابة أقعد لحالي وأقرا كتاب. يلا بشوفك جيمري.
ما عم أفهم شو هالتغير المفاجئ تجاه ريحان. والله ما عاد فهمت عليكي، مو معقول الحرباية قدرت تخدعك بالآخر؟ شايفة إنه ذاكرتك رجعت لك فجأة؟ مفكرة حالك رح توصلي لأمير بهي الطريقة؟ توقعتك أذكى من هيك بكتير. ولا حرف. اسمعيني منيح هلأ، هذا الموضوع ما عاد فيني اتسهل فيه بنوب. حكمة تحط ايده على كل شي بملكه، انا خسرت كل شي من ورا هاي البنت، وما فيني ضيع وقتي معك بألعابك الطفولية. انا عرفت نقطة ضعف ريحان، هي بتغار منك وكتير كمان، لهيك اسمعيني منيح. بدك تقولي شي؟ لا بلا ما أحكي وأنزع مرأك هلأ. لا أكيد فيها شي. طيب أنت مريضة شي؟ يعني هادي اللي طلع معه أني مريضة؟ والله برافو عليك، والشاي وصيد السمك شو مشانه؟ تعرف شو؟ خلص عميل يلي بدك يا، أصلاً ما عاد يهمني شي، المهم ما أشوفكن قدامي. أنا سألتك ما رح تجاوبيني؟ وليش لحتى جاوبك بقى؟ شو لكان؟ لو اطلعت منيح حواليك رح تلاقي الجواب لسؤالك. تمام فهمت، معناتها أنت مريضة. ما فيني شي. اوف شو هالكلام يلي طلع مني، كيف حكيت هيك؟ شو هذا كمان؟ شو معناته هالحكي؟ حضرته عانى البنت وعم يتصرف ولا كأنه عامل شي، وآخر شي بيجي وبيقول لي أنت مريضة شي؟ معقول اتضايقت لأني رحت مع جامري؟ إيه بس جامري قالت لها تعالي وهي ما قبلت، وحتى أني اتصلت فيها وما ردت. لا هيك ما رح يمشي الحال، لازم أسأله ولازم أفهم كل شي. ليش السيد أمير مانو مرتاح بالبيت؟ لإمتى رح تضلي ساكتة ريحان؟ خلصت من الحمام؟ معناتها رح فوت أنا. أوف أوف ليش ما حكيت شي؟ أنا شو عملت؟ ليش قلت له خلصت من الحمام؟ بسيطة، بعد شوي بيروح أو هلأ بتجي جامري بتسلي. أحسن شيء إني ضل ناطرة. شو صاير لها البنت؟
لقوا فوقه راجع مرضى. يا ريت ما راح، أول ما طلبت منه وبدون ما يفكر راح ركض. أكيد بده يريح أعصابه، لازم يروح هو وياها كتير، وإلا بعدين ما راح يقدر يركز بشغله لا سمح الله. ليش طولت كل هالقد؟ أنا هون. إيه بعرف، أنتي منيحة؟ منيحة. علق على قصة مرضي، بعدين أنت اللي مرضان مو أنا، ولا لتكون فكرتني رح أمرض بعد اللي ساويته. أنا منيحة كتير. أكيد متضايقة من شي، بس شو هو يا ترى؟ بنتي قلي لي اختي. ابني بما انه خلصنا فطور هلا فتحوا ادنيكم واسمعوني منيح، بدي حاكيكم بشي مهم، وهالشي عن وضعكم. احكولي لشوف شو يلي عم يصير بيناتكم، ما بتتخيلوا قديش هالشي عم يزعجني من جوات قلبي. مدير كمان عم يجهز ملفي مستندات بالدين المعلم. وينها مسهل؟ جاعت كتير ولهيك أكلت وهلأ عم تلعب. ابني بعرف إني بمون ولهيك حكيت، ما لازم شخصين بنفس البيت يتزاعلوا. بس ماني زعلان من حدا، بالعكس مبسوط. قصدك أنا اللي زعلانة مو هيك؟ بصراحة إيه. صيام مقبول، صحة وعوافي. وقفي. يا ربي شو هاد؟ شو ما عملت ما عم اقدر صالحكم مع بعض، وفوق هلا خليت الوضع أسوأ. يا ترى لساته عم ياكل؟ اختي ليلى؟ قولي لي سنفورتي. خلينا نساوي كيكة، لأني وعدت رفقاتي يجبلون كيكة بكرة. ايه تكرم عيونك، تكرمي. يلا تعي. كيفك أخي؟ شلون صرت؟ أحسن. ابني ليش نايم على الكنباية هون؟ فوت نام على التخت أريح لك. يعني بصراحة ماني حابب قعدي ريحان، بس هيك. ابني لو كانت بدها تنعدى كانت انعدت من فترة. يلا قوم معي لجوا، مو ظابطة أبدا تنام على الكنباية وانت مريض هيك. أمي أخي ما رح تخلص من أمي إذا ما فتت على التخت. يلا يلا. يلا تسطح لشوف.
طول ما انت مرتاح رح تتحسن بسرعة. وين ريحان؟ راحت على المطبخ. هيك احسن بلا ما تنعدى مني. يلا عن اذنكم خلوني نام. يلا ابني معافى. سونا خلينا نطلع بنتي مشان يرتاح اخوكي. يلا شوي ولحقتك. ماشي. اخي انت وريحان متزعلين؟ شو اللي خلاك تفكري هيك؟ لاني نمت برا؟ لا طبعا، ريحان طلعت وراك مشان تروح معكن عالصيد وبعدين رجعت. يعني كان بدها تروح معي؟ ايه. لكان ليش غيرت رأيها؟ بصراحة صار عندي فضول ولهيك اجيت لحتى اسألك. أمي فاتت وشافتني نايم على الكنباية. فهمت، وقالت لك نام بتختك. معها حق طبعا، هاد تختك. وقف، لا تقوم. أنا بنام على الكنباية. لا ما رح خليكي، رح أرجع لمكاني. ما رح أنا... نتناقش بهالموضوع. تصبح على خير. فيك شي؟ شردقت، لازم اشرب مي. انا بجيب لك. شكرا لك. إذا احتجت لأي شيء ناديني. صحيح، بس خبري أختي مليكة تعمل لي حليب مع العسل. خلص بلاها، ما في داعي نفيقها بهالوقت. أنا بساوي. منيح انك مريض، والا تصرفت معك بطريقه تانية. معقول عم يكذب؟ وليش لحتى يعمل هيك؟ أساساً مو أنا البنت يلي حابة بيقضي وقته معه. أنت رح تخلص الكيكة أختي ليلى؟ لسه بدها 15 دقيقة. شو راحت شي فخرية؟ هي بالمستودع. اللي بدك شي؟ لا شكرا لك.
بدي قلك عم ساوي قالب كيك مشان رفقات ما سال، بس ما لقيت بيض بالبراد، رح روح واشتري. خليكي أنا بروح، ما رح تلاقي محلات بهالوقت. ما رح يكون عذاب عليك؟ لا أبدا. في شي تاني ناقصنا؟ لا. كأنك كذبتي على بابا. خليه يطلع ويشم شوية هوا، مو هيك؟ وكمان مشان ما يضل فوق راسنا ونحن عم نساوي الكيك، هذا الشغل للصبايا. يسلم ايديكي. صحة وعوافي. شو رايحة؟ ايه؟ طيب لكان خليني نام على الكنباية. تصبحي على خير. صحيح؟ سخنان، معلش تشوفي حرارتي؟ حاسس كأنه مرتفع. شو هالأفلام القديمة يلي عم تعملها؟ لا غريبة، لسه من شوي كان راسي مثل النار. تعرفي لما الواحد ياخد برد حرارته بترتفع صح؟ وبيحس حاله بردان. ايه وبدي شي كمان. هاد اكيد عم يمسي. شو الشي اللي بدك يا؟ جوعان كتير. يا ترى صدقتني؟ انا بقول ايه لانه عيونه عم بيقولوا هيك. على الفطور كان في شوربة، معلش تجيبيلي. خلصت. شو اللي خلصت؟ الشوربة، ما ضل منها شي. هيك لكان. ماني متأكدة انه مريض، بس يمكن يكون اجى على باله شوربة. انسي خلص، ما في مشكلة، بس هيك اجت على بالي. هلأ بساوي. لا شو عم تحكي، لا تعبي حالك هلأ، بخبر اختي مليكة وبكرة بتسوي ليها. استني استني استني، لوين؟ رايحة على المطبخ لساوي لك شوربة. شوربة، لا تتعذبي، بتساويها بعدين. ما في مشكلة، أساسا رح ساوي شوي بس. شو هالبرد هاد؟ قلت خليني سكر الباب، رح يكون أدفالك. كأنه بابا تأخر بالرجعة. هلأ بيوصل. لكي رايحة على غرفتي شوي ورح أرجع، انتي خليكي هون بس لا تلمسي شي بنوب.
اتصل فيني اليوم ورجع عرض علي الشغل. ايه طبعا، وحتى كان جدي اكتر. بصراحة قلت له ماني موافق. اذا انا وافقت على عرضه هلأ لازم ضلني بألاسكا شي سنتين. ألاسكا؟ من وين طلعت هي هلأ؟ لا رفضت بس ما زعلته. ايه ايه معك حق. ايه ايه ريحان صدقت اني مريض، كنت مضطر. تمام ظفر، يلا منحكي بكرة، تصبح على خير. كنت بعرف هالشي من الأول، بس قلت لحالي بجوز يكون مريض عن جد. شوربة؟ ما لقيت عنا شعيرية. إيه عادي كنت عمليها بدونها. معلش تعملي لي شي سخن؟ حاسس حلقي عم يوجعني. خير شوفي. كأنه في شي بدك تقولي لي إياه. لا. هي منزلة الصور يلي طالعين فيها سوا، وهو عم يضحك فيه، واضح انه مبسوط، وحتى تقريبا بكل الصور قراب من بعضه. هنن مع بعضهم بكل مكان، بالعطل بيكونوا سوا، وبالحفلات سوا.
شو ما نمتي؟ يعني ما رح تقولي لي شبك؟ طيب ليش ما عم تحكي معي؟ إذا كنت سمعتي كلامي مع ظفر، إيه كنت عم مثل، عملت هيك مشان ضل جنبك بس. بس طبعاً ما بيهمك هالشي، وحتى إنك عم تعملي كل شي بيطلع بإيدك لتكوني بعيدة عني قد ما فيكي. حاجة تضايقيني، احكي بقى شو هي مشكلتك؟ ليش ما بنقعد وبنحكي مثل شخصين متحضرين؟ في أشخاص متحضرين أكتر مني، فيك تروح وتحكي معهم. شو معنات كلامك؟ ليكي صبري بلش يخلص، هو ما عاد فيني يتحمل ابنه. تمام، بجوز عملت شي ضايقك، وأنا فيني أقدر إنك معصبة مني، بس على القليلة خليني أعرف شو ذنبي. ما رح أسمح لك تتجاهليني. ناطرك، احكي شو صاير. لسه ما بدك تحكي. فيكي تعصبي، عيطي، ضربي، بس قولي أي شي. ايه احكي. بدي فوت نام. كانت غلطة اني اجي واحكي معك، عم تعب حالي على الفاضي. أهلين أوزيان بيك. مساء الخير أمير بيك، لا تواخذني اتصلت بهالوقت. أكيد مشان مشروع ألاسكا. بالضبط، بس ما اتصلت هلأ مشان سر عليك. عم بسمعك. بصراحة عم ندور على شخص يكون عنده خبرة مثل خبرتك، ولهيك حبيت أسألك إذا في عندك هيك شخص. أمير بيك، بصراحة غيرت قراري. أنا وافقت على عرضك ورح سافر على ألاسكا. فهمت، معلش تبعت لي التفاصيل على الإيميل. تمام، شكرا لإلها. يلي يلي سمعته مزبوط؟ مزبوط.
طالع من حياتك ومن هالبيت وحتى من البلد كلها.